الله يهني بشهادته، الله يهني بشهادته، تشفع لنا يا رب. وصبرني على فراقه، ان شاء آمين الله انا بكون اللي شفيع له لاخوته والاهل ولا آمين يا رب. حبايبه. آمين آمين. من هو صغير بتحسيه اكبر من عمره، طول عمره جدع قبضاي، ما فيني انه ابني الصغير اللي مدلل انا اصلا شيء، بس هو اختار هاي الطريق. الله يهني، الله يرضى عليه بجاه حبيبي محمد. دائما يعني بيطلع الصبح وما برجع يتغدى، بيطلع برجع مع ابوه بالليل، فانه يغيب الظهر يعني ايش طبيعي عندي انا، بيطلع الصبح برجع المغرب. ما رجعش الكل يعني على النت انا شفت الاخبار مثل الناس، صحي مبسوط ونشيط وتحس انه بدي اعمل اشي، بس انا والله يعني ما حكي لي بدي اطش، تطلقيش علي ولا تسالي عنه، نسي هويته ورجع وين كلمات الهوية، صار يصور هو أخته يصور فينا. إن شاء الله اللباس اللي هنا إله بالجنة، اللباس اللي هنا بالجنة يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. عليكم السلام. تكون هاي الجنة أحسن من كل شيء. الله عليه وحنن عليه يا حبيبي محمد. الله يهنيه بشهادته اللي طلبها وتمناها ولا. آمين. الله يجعله شفيع لنا يا حبيبي محمد. آمين. بقى شهادة التوجيه. بدون شهادة بدي دي أفرح تمو إشي أصعب رضا عليك يا مم إكرام كلش بديش مدخل راح هي أكثر يا مم من الشهادة نخاف أطلع حارة وأنا ما أشوف إحنا مش داريين بيها لما راح تكلي إنه ابنك استشهد وصاب جندي عنا وإحنا ممكن ندي لك الدار قلت له يعني ليش ابني قتلته طب انت بتقدر تصابه بجروح في قانون يعني بالارض بيخليك انت تقتله بهاي الطريقه في قانون اصلا بيخليك تهد دار لابوه مسكت طبعا اصلا مو فيش قانون في الارض بيخليهم يحتجزوا جثي حتى كل الظالمين ما حدا احتجز جثي الا هم اليهود هاي الطريق ما بصير ليش يعني انسان ميت ما بصير يحتجزوا جثمانه طبعا الله يرحمه ما عمره أذى انسان مرح وبحب الدنيا وبحب كل الناس والناس كلها بتحبه ما عنده اي مشكله نهائيا طبعا هاي الفيديو بياكد كلامي دخلك يا عمر شاب طيرت أحلامي معك ورميتها أوجاع سبك أنا وعم اتناك دخلك عمر شاب وأختك معي ودموعها